أكدت القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إناس حمدان أن سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه سيفاقم الوضع الصحي في القطاع وسيؤدي لمزيد من الضحايا. وقالت إناس حمدان أن الأوضاع في القطاع كارثية، خاصة مع بدء عملية عسكرية إسرائيلية في مناطق شرقي رفح، مشيرة لأنه لا يوجد مكان آمن في القطاع حيث تتعرض المناطق الوسطى لعمليات قصف وغارات، وأشارت لأن انهيار النظام الصحي في القطاع وشح المياه النظيفة أدى لتفشي العديد من الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني، مؤكدة على الحاجة الماسة لدخول المساعدات إلى القطاع مع تزايد أعداد النازحين.